بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، واستاد الأهلي استاد الفاينل. الأهلي يقدر؟ يقدر عشان هو الأهلي. افتكروا التاريخ، افتكروا تاريخ المارد الأحمر، افتكروا إن هو نادي القرن، افتكروا إنه ريال مدريد القارة الأفريقية. النادي الأهلي 20 بطولة، كل بطولة ليها حكاية وليها رواية، كل بطولة ما كانتش سهلة، ودايما تحس إن الأهلي بعيد ولكن يقلب الموازين ويرجع وياخدها. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي هيواجه الوداد البيضاوي في اياب دوري ابطال افريقيا نهائي بطوله 2017. النادي الاهلي تعادل فيه بلعب برج العرب 1-1، ولكن لازم افكر حركه مره ثانيه. تفائل عشان انت اهلاوي، تفائل عشان النادي الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل، تفائل النادي الاهلي حديد، النادي الاهلي حديد بنجومه باصراره بالكفاح بالعزيمه. كل يتذكر المشهد الخرافي اللي حدث في ملعب التتش. النادي الاهلي جمهوره ذهب لمؤازره الفريق في ملعب التتش قبل السفر الى المغرب. لو تفتكروا المنظر عامل ازاي، تفتكروا الرسائل، لو تفتكروا الحب ورساله الحب والتقدير والامتنان كابتن حسام البدري، وشوفوا الممر الشرفي اللي اتعمل لعيبه النادي الاهلي وهم نازلين لملعب مختار التتش عشان يحيي الجمهور. هتشوفوا وتعرفوا قد ايه النادي الاهلي وجماهيره واثقه في لعيبته، قد ايه النادي الاهلي دائما وابدا بيعود بالمعجزات. بصوا امام حضراتكم ادي الممر الشرفي، وشوفوا واسمعوا التشجيع، واسيب حضراتكم مع التشجيع وارجع واكمل كلام معاك. ولا في غيره يفرحني دايما ومعاه وفي اخر الكون عمري عشان الاهلي يهون. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده محبين النادي الاهلي اللي دايما واثقين، واثقين لان النادي الاهلي علمنا يعني ايه عزيمه، علمنا يعني ايه اصرار، علمنا يعني ايه كفاح. كلمه روح الفلنه الحمراء، ولو تفتكروا حضراتكم في الصوره اللي ورايا ماتش رادس نادي الاهلي امام الترجي تعادل هنا 2-2 والذهاب هناك، والكل يتحدث ان الترجي هو الاقوى وهو الاقرب للبطوله، ولكن هذه الصوره هي اللي غيرت الفيلم كله، هي اللي غيرت السيناريو كله، هي خلت النادي الاهلي باصرار لعيبته وبالطريقه التكتيكيه للكابتن حسام البدري مهارات لعيبته رجع بالتاهل من فين؟ من تونس بهدفين مقابل هدف، كان احرز الهدف الاول علي معلول ثم احرز جونيور اجاي. النادي الاهلي يستطيع بنجومه الكبار، النادي الاهلي يستطيع بمدربه مديره الفني. مشوار النادي الاهلي على مدار التاريخ سواء في افريقيا او بره افريقيا، لو تفتكروا نهائي الكاس في بطوله 2007 والنادي الاهلي كان متاخر ولكن اتعادلوا في الاخير اسامه حسني وابو تريكه بيرجعونا بكاس مصر غاليه. طيب نروح لزميلنا امير هشام من المغرب. امير قول لنا ايه اخر اخبار النادي الاهلي، وفرحنا كده ان شاء الله وبشرنا بتفاؤل النادي الاهلي، وماذا لديك من المغرب؟ تحياتي ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. خلاص ساعات قليله وينطلق او تنطلق اخر مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي المباراه النهائيه ما بين فريقي الاهلي والوداد، ومباراه مهمه جدا 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 لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله كله متفائل خير، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز النهارده ويرجع مصر بهذه البطوله الغاليه جدا علينا كلنا وعلى كل جمهور النادي الاهلي. لكن خليني اتكلم بالتحديد عن الاجواء يا محمد هنا في المغرب. يعني خليني ابتدي معاك من امبارح بالليل. امبارح بالليل كده الساعه 12 بتوقيت المغرب كان في بعض الجماهير الوداد اللي جت عند فندق الاقامه وبالعربيات، وحاولت طبعا تعمل ضوضاء بشكل كبير جدا من خلال هيضايقوا لاعبي النادي الاهلي، ايضا من خلال اطلاق الصواريخ الناريه ايضا. كل ده هدفهم ان هم يزعجوا لاعبي النادي الاهلي، ما ينيمهمش بالليل يعني بمعنى اصح، عشان يفقدوا تركيزهم خلال مباراه اليوم وعشان ياثروا عليهم بشكل او باخر. ان شاء الله ده مش هيحصل، ان شاء الله مش هيقدروا او ما قدروش ان هم ياثروا على فريق النادي الاهلي. النهارده ايضا خلينا اقول لك ان في ترتيبات امنيه قويه جدا من الشرطه هنا في المغرب. احنا يعني احنا بالنسبه لنا صعب ان احنا نخرج بره فندق الاقامه الا من خلال تحرك البعثه في اتجاهها مباشره لملعب المباراه، ملعب الملك
محمد الخامس اللي هيستضيف هذه المباراه. نتكلم بقى عن فريق الاهلي النهارده يا محمد. النهارده طبعا اليوم كان يوم الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، في طبعا الايام بيكون فيها مباريات، تحديد مباراه مهمه زي مباراه الوداد. كان في طبعا الفطار، كان في الغداء النهارده، كان الساعه 2:30 مساء بتوقيت المغرب. ايضا كان في طبعا المحاضره من الكابتن حسام البدري، هتكون بالظبط في تمام الساعه 5:15 بتوقيت المغرب، هتكون 7:15 بتوقيت القاهره. التحرك بالظبط هيكون الساعه 6:15 هنا بتوقيت كازابلانكا ان شاء الله، عشان يقدر يوصل الفريق لملعب المباراه قبل ساعه ونصف من انطلاق هذه المباراه، واللي هتنطلق بالتحديد في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب، 10 مساء بتوقيت القاهره. الحاله الذهنيه كل لاعبي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا، كل لاعبي النادي الاهلي عندهم حاله من الجديه اللي طبعا منطقيه وطبيعيه. خلاص احنا في النهائي، في اخر مرحله في البطوله واخر مباراه في البطوله، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكون موفق النهارده. ان شاء الله كابتن حسام البدري وجهازه المعاون واللاعبين يكونوا على قد المسؤوليه وقد الحدث كالعاده ان شاء الله، ويقدروا ان هم يفوزوا بهذه المباراه الهامه جدا جدا جدا، وان شاء الله يرجعوا مصر ببطوله دوري ابطال افريقيا. يا محمد لو في اي استفسار اتفضل معاك. عايز اسالك امير، كان في جلسات ما بين الكابتن حسام البدري وما بين حسين السيد وما بينه وما بين اللاعب محمد هاني، عايزين نعرف برضو هل كان في برضو تعليمات لأحمد فتحي، لأن في كلام بيقال إن أحمد فتحي من المتوقع أو من الممكن إن يبقى في بعض التعديلات داخل التشكيل. علي معلول لن يلعب هذا اللقاء، فالكلام كله على من سيحل في مكان اللاعب علي معلول في الجبهة اليسرى. طبعا هو بدايه علي معلول اصلا مش موجود مع البعثه يا محمد، لكن طبعا الجلسات مش بس مع حسين السيد، مش بس مع محمد هاني، لا الجلسات اكيد ما بين الجهاز الفني وجميع لاعبي الفريق، ايضا مش بس مع احمد فتحي. طبعا الكلام انت بتقوله وارد انه يحصل خلال المباراه بنسبه كبيره، لكن احنا لسه مش عارفين التشكيل، لسه كلها اجتهادات بشكل كبير. في تعتيم كبير جدا من كابتن حسام البدري على التشكيل، وده كان واضح من خلال مران اول امس. مران اول امس البعثه الاعلاميه حتى المصريه اللي كانت مصاحبه لبعثه النادي الاهلي ما ان هي تتابع المران اطلاقا، كان بالنسبه لنا هم اول 10 دقائق بس عمليات الاحماء بالنسبه للاعبين قبل الدخول بجديه في المران تحديد اول امس. امس كان تدريب، يعني كابتن حسام بدري ايضا ما وضحش فيه اي حاجه، خصوصا كان في بعض الاعلام المغربي اللي كان متواجد، عشان كان في ايضا مؤتمر صحفي لكابتن حسام البدري قبل المران الاخير، فبالتالي التشكيل مش باين. طبعا انت بتتكلم فيه ده وارد ان هو يحصل، وارد طبعا ان يكون في تغييرات وفي مفاجات اكيد في تشكيل النادي الاهلي النهارده، ده بخلاف السيناريو اللي مرتبه كابتن حسام البدري للفوز بهذه المباراه. لكن بالنسبه للجلسات، جلسات اكيد مستمره من الجهاز الفني، طبعا مش بس الجهاز الفني وايضا اللاعبين الكبار في الفريق، اذ امثال عماد متعب، شريف اكرامي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، احمد فتحي، كلهم لعيبه كبار ولعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا قبل كده وفازوا بيه مع النادي الاهلي. لكن كلها جلسات هدفها واحد هو التركيز، هدفها واحد هو كيفيه التعامل مع هذه المباراه، ومن ثم تحقيق هذه البطوله الهامه يا محمد. خليني اقول لك ان انا معايا في هذه اللحظات بعض طبعا الجماهير المصريه واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي جايين طبعا عشان يحضروا هذه المباراه كالعاده ويأزروا الفريق. استاذ فكري احد اعضاء النادي الاهلي، طبعا برحب بك في البدايه، قول لي ان شاء الله لا ان شاء الله متفائل. هو انا بطلب من ربنا حاجه واحده بس، التوفيق. التوفيق عليه عامل كبير جدا جدا جدا. التوفيق ده يعني لو ربنا موفقنا النهارده ان شاء الله ان شاء الله هنسعد جميع المصريين وهنسعد جمهور النادي الاهلي. لو تشوفوا اللعيبه بتتعب هنا قد ايه، لو تشوفوا التركيز على اللعيبه، اللعيبه بتطلع ما بنشوفهمش ولا السكنات العسكريه، قاعدين 24 ساعة يعني مش هقول لكم، يعني ما بيشوفوش غير انه يا دوبك من الملعب للوكاندا للغدا للمحاضرات، فربنا مش هيضيع تعبهم، وربنا ان شاء الله هيفرحنا ويفرح كل المصريين. احنا تعبنا والنادي الاهلي تعب من اول مجلس الادارة للعيبة للجهاز الفني للجهاز الاداري، كلهم تعبوا، حتى الجماعه اللي بتسجل معانا هنا تعبوا، ما خلوش حاجه ما بيغطوهاش، يعني كل كبيره وصغيره، يعني مش عارف اقول لهم ايه، ان ربنا بس يقول لنا يبعت لنا يكون عندنا التوفيق التوفيق التوفيق. شكرا. لسه ايضا معايا محمد بعض افراد طبعا اللي بيأزروا النادي الاهلي النهارده، برحب بيك في البدايه وقول لي انت جاي منين الاول. احنا من مصر، جايين من مصر
مخصوص من مصر عشان تحضر المباراه؟ مباراه مع الفريق طبعا، فريقنا طبعا النادي الاهلي، ونروح وراه في اي مكان في الدنيا، وربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده ونفرح ومصر كلها تفرح بامر الله. يعني النهارده النادي الاهلي بقى سبب سعاده للمصريين كلهم بامر الله. شايف المباراه ازاي؟ توقعاتك ليها ايه؟ السيناريو اللي ممكن بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه دي شايفه ازاي؟ يعني بامر الله المباراه تكون سهله، ممكن نقدر نسهلها على نفسنا لو قدرنا ان احنا نحرز بهدف في بدايه الشوط الاول. بامر الله ده هيفرق معانا كتير، يعني بامر الله هيفتح معانا بمعنى اصح الماتش، ما نصعبوش على نفسنا، لان احنا عارفين اللعب في الشمال الافريقي ان كل ما الوقت بيعدي ممكن ايه اللي يحصل بعد كده، يعني ممكن ايه اللي يحصل في تضييع الوقت، في اهدارهم الوقت. لكن احنا بامر الله احنا بايدينا ان شاء الله ان احنا من اول الماتش نخلصه بامر الله، ونقدر نحرز هدف يطمننا يفتح معانا الماتش، عشان ما نضطرش ان احنا نستنى وقت تاني يعني بامر الله. وانا معايا صاحبي جاي. خليني اقول لك يا محمد، يعني ان هو شيء يدعو للتفاؤل وجود ناس عديدة جدا وافراد عديدة جدا لمؤازرة النادي الاهلي من مختلف الاماكن في جميع انحاء العالم. انت جاي من امريكا؟ انا جاي من سان فرانسيسكو مخصوص، رغم عارف النتيجة بس عندنا واثق في فرقة نادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله هنروح كلنا مبسوطين. يعني انا عندي ثقة فيها، حتى مهما كانت المباراة الاولى صعبة عندنا ثقة فيهم. يعني انت قصدك ان حتى لو كانت النتيجة مش ايجابية بشكل كبير للنادي الاهلي، لكن انت واثق في النادي الاهلي ان هو ان شاء الله يرجع بالكاس من هنا في الملعب؟ دايما دايما دايما، كانت النتيجه في الماتش الاول مش هي ديت اللي ممكن الواحد يرتب عليها اللي هيحصل بعدين. يعني انا حتى كنت عارف ان هي 1-1، وحجزت التذكره، قلت انا متكل على الله لان انا ان شاء الله هرجع محتفل مع النادي الاهلي باذن الله يا رب. توقعاتك للمباراه شايفها ازاي؟ والله طبعا الاهلي معودنا دايما ان هو يعني ساندنا ومفرحنا، وده اللي مخلينا ان شاء الله مبسوطين، وان شاء الله هنكسب ان شاء الله. الاهلي هيعمل شغل كويس وان شاء الله هنكسب باذن الله. رؤيتك للمباراه، قول لي المباراه ازاي وتوقعاتك. السلام عليكم، احنا ممثلين الجاليه المصريه هنا في كازا، وطبعا احنا في التمرين اتقابلنا مع حضرتك وقلنا لك ان احنا الحمد لله متفائلين، جميع المصريين هنا في المغرب وفي كازابلانكا متفائلين ان شاء الله بالفوز، والنادي الاهلي دايما بيوعدنا باللقاءات الجامده الجيده، وان شاء الله بامر الله احنا عندنا الدفاع على اعلى مستوى، والهجوم ان شاء الله عماد متعب، وعدنا ان شاء الله ان شاء الله بامر الله ان شاء الله هنجيب البطوله بامر الله، وهنفرح كلنا سوا ان شاء الله بامر الله. أنا معايا في هذه اللحظات أستاذ محمد مغربي أحد أعضاء النادي الأهلي، وأكيد أنت متواجد النهارده وعندك أمل كبير نرجع مصر بالكأس. إن شاء الله بإذن الله، كلنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة، وربنا قبل كل شيء إن إحنا نرجع إن شاء الله بالكأس. جايين ورا اللعيبة ورا الفريق ندعمهم، في عدد كبير من جماهير الأهلي جاية إنها عندها ثقة في روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتظهر وقت الصعوبات ووقت المستحيلات، وإن شاء الله الكأس أهلاوي بإذن الله. إن شاء الله. الرسالة اللي حابب تقولها للاعيبة الاهلي النهارده؟ لا والله اللعيبه من امبارح، ما انا اول ما جيت مركزه جدا، اللعيبه ما نزلوش من الاوض بتاعتهم، الجديه جامده في التدريب النهائي، مركزين، كابتن حسام بدري مركز، فان شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى باذن الله المكسب، رغم كل اللي حصل امبارح حركات سيبيان. شفت اللي حصل؟ لا طبعا شفناه امبارح، حركات مالهاش لازمه، صواريخ اتضربت ودوشه ومزيكا وطبل، مش فاهم احنا لسه في 2017 ولسه الحاجات دي بتحصل يعني، بس خلاص ان شاء الله تبقى ردنا في الملعب، وان شاء الله نرجع بالكاس مصر باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا امير. شكرا. لسه مستمرين معاك يا محمد، وعايز اقول لك ان يعني عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي حابب انه يكون متواجد، حابب ان هو يأزر الفريق. ايضا معايا في هذه اللحظات طبعا الحاج احمد عبد الصادق احد اعضاء النادي. الحاج احمد دايما بتبقى متواجد مع النادي الاهلي في اي رحله في اي مباراه، خصوصا بقى مباراه النهارده، مباراه صعبه ونهائي دوري ابطال افريقيا، شايف المباراه ازاي؟ انا شايفها طبعا صعبه، وان شاء الله الاهلي هيرجع لنا تاريخ 2006 ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله نرجع بالبطوله، رغم انها بطوله صعبه جدا على ملعب اصعب جماهيريا، وملعب طبعا ملعب كويس، ولكن جماهيريا زي ما شفنا بره كده الدنيا صعبه جدا 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 جدا، والناس متحمسين، وده من حقهم، حق شرعي ليهم ان هم طبعا عاوزين ياخدوا البطوله، واحنا نفسنا ناخد البطوله، بس ان شاء الله هنكون احنا الافضل بتاريخنا وافضلياتنا ولاعيبتنا وخبره لاعيبتنا وخبره مدربنا، نكون الافضل في الملعب ونكون احسن. بس هم المفروض ان احنا ان شاء الله باذن الله نهدف في اول ربع ساعه عشان يفتحوا الملعب.
لان هم هينزلوا اكتر من مصر، هيبقوا متحفزين. ده وجهه نظر، ما اعرفش طبعا، انا مش راجل فني، لكن بخبرتي بحضور الملاعب هم هينزلوا متحفزين جدا، هيلعبونا اللعب بتاع شمال افريقيا، هيخرجوا بره. بقول لك يا حاج احمد، انت كنت متواجد في 2006 ماتش الصفاقسي، 2012 ماتش الترجي، النهارده كمان ماتش الوداد. اوجه التشابه شايفها ازاي ما بين الثلاث مباريات دول؟ اوجه التشابه واكثر اللي هو 2006، ده التشابه الكبير يعني، لان كان نفس تقريبا. ممكن السيناريو يتكرر ان شاء الله؟ ممكن، بس عاوزينه بدري شويه يعني، ما نستناش للدقيقه 96، ومش مهم ناخد ازايز، ناخد احنا نستحمل بس، نفرع الشعب المصري كعاده النادي الاهلي صاحب البسمه والسعاده للشعب المصري، ان شاء الله يفرح الشعب المصري كله، يفرح 90 مليون مش ال 75 مليون. شكرا. ايضا معايا دكتور عبد الحميد. دكتور عبد الحميد، توقعاتك للمباراه النهارده شايفها ازاي؟ والله ان شاء الله باذن الله، يعني اهم حاجه بس زي ما قالوا زمايلي واصحابي، ان احنا نمتص الحماس الجماهيري الرهيب اللي احنا شايفينه في الشارع، ملموس قوي، حتى لدرجه ان هم كانوا موجودين امبارح، احنا ما عرفناش ننام بالليل بسبب الضوضاء اللي عملوها والدوشه. وانا اكتشفت بعد كده ان الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي وجودهم بدري مهم جدا، بدليل ان هم اختاروا الدور 24 فبعيد عن الدوشه. فطبعا يا ربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله وينصر الاهلي ونرجع بالكاس باذن الله. شكرا. لسه مستمرين معاكم. معايا ايضا يا محمد، مع احد المشجعين البلكي، هو عاشق للنادي الاهلي، شايف المباراه ازاي؟ وهل انت بتتمنى فعلا النادي الاهلي ان شاء الله؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بجميع المصريين في المغرب، وان شاء الله غتكون باذن الله مقابله في المستوى بين العملاقين الحقيقيين للقاره الافريقيه اللي هما الاهلي والوداد المغربي. وحنا كلنا دائما اشقاء مهما كانت الظروف، وكان يعني ونعتذر عن اي تصرف او اي يعني شنآن كان في ايام او مقام تاع البعثة المصرية. هذا في النتيجة كيف؟ ان شاء الله احنا ان شاء الله تكون نتيجة للاصلح، اللي غيكون محدود وغادي يكون تابع للجزئيات البسيطة في المباراة. توقعاتك للمباراة النهاردة؟ ان شاء الله الكاس هيرجع مصر باذن الله، وبطولة تضاف للشعب المصري ان شاء الله. وبالنسبه للي حصل امبارح، انا عارف ان لعيبه الاهلي قدها ومش هيهمهم اللي حصل، ولا الصواريخ اللي اتفرقعت، ولا الناس اللي جت عند الفندق، ولا اي حاجه. انا عارف لعيبه مصر ولعيبه الاهلي لعيبه رجاله، هينزلوا الماتش وان شاء الله باذن الله الكاس يرجع مصر معاهم ان شاء الله باذن الله. لسه مستمر معاك يا محمد. طبعا زي ما انت شفت الاجواء كلها، خصوصا ما حدث بالامس طبعا مساء، والصواريخ اللي اطلقت من مشجعي الوداد، والضوضاء اللي عملوها حوالين الاوتيل، كلها حاجات اعتقد فال حسن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يقدم مباراه كبيره، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز ويرجع مصر بهذا الكاس او البطوله الغاليه جدا 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 بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. يا محمد، لو عندك اي استفسار اخر اتفضل. شكرا زميلي امير هشام. يعني على فكره موضوع